بعد فوز ارسنال على توتنهام 3-1 في الديربي، قلت لهم والله يا جماعه شكله كده ارتيتا هيعيش السنه دي على الشوط الاول اللي عمله قدام توتنهام. ناس كتيره جدا كانت بتقول لك ايه يا عم التشاؤم ده، ان شاء الله باذن الله الفرقه هتأدي اداء كويس وان شاء الله يكون في زخم وشويه حماس هيجي لنا بعد الفوز بالديربي. بسم الله ما شاء الله، بعد الفوز بالديربي راح اتعادل مع برايتون في مباراه اقرب للملل الشديد جدا، وجمهور ارسنال كان قاعد بيضرب نفسه 100 صرمه انه قاعد يتفرج على الماتش اساسا، مش فاهمين اي حاجه ولا فاهمين ارتيتا عايز ايه. النهارده بعد التوقف بتلعب على ملعبك قدام كريستال بالاس، وكريستال بالاس في على بقاعة البدلاء باتريك فييرا، يعني مفترض كده انك تدوس على وشه عشان خاطر تثبت لجمهور ارسنال واداره ارسنال ان انت المدير الفني المنشود وان انت لازم اللي يثقوا فيك. اول 10 دقائق بسم الله ما شاء الله ارسنال دايس على الرابع على طول، بسم الله ارسنال دايس يعني، واول 8 دقائق جون، الله اكبر عليك، بيبي بيشوط الجون بيصد بتيجي لوبيانج وبيسجل، شكلها هتلعب يا معلم وهتعمل عليه سكور النهارده صح. لا هنتراجع، تتراجع ايه يخرب بيت امك، تتراجع فين يابا، هنسيب الكره لسه البلاس ونلعب على المرتدات، نعتمد على ساكا ونعتمد على بيبي ونعتمد كمان ان احنا عندنا اثنين باكات مش هيهاجموا شويه، يعني كده انترن مش هيهاجموا وتوماسيو كده كده ما بيهاجمش اساسا، توماسيو كده كده ما بيهاجمش، ونص ملعبنا توماس بارتي واوديجارد وسميث راو هيلاقي الحلول. سميث راو وديجارد اللي هم بروفايل واحد، وبنقول عليهم السنه فاتت ان هم بروفايل واحد واثنين في الملعب، مش هيدخر ماتشين ثلاثه في السنه وهيفضلوا عايشين عليه، مش مصدق انت. عشان نقعد نتفرج على كريستال بالاس ومع الكوره ونتفرج على كريستال، طب يا جماعه طب حد يمسك ادوارد، طب حد يمسك بنتيكي، طب حد يمسك ايو، طب حد يمسك جالانجر اللي هو او جالاجير اللي هو جاي من تشيلسي اعاره دلوقتي، يا جماعه ايه اللي حصل؟ ما كنا بنهاجم وارسنال كان ممكن يسجل هدف، ايه اللي حصل بالظبط؟ ايه اللي عطل في الفرقه ورجعوا يدافعوا؟ تبص على ارتيتا ما عطاهمش علامات بالرجوع، تبص على الفرقه لا هم اللي قرروا يرجعوا بمزاجهم، ايه ده؟ يعني الفرقه عندها مشاكل تقنيه في الشخصيه بتاع اللعيبه؟ ما انا قايل لك على الموضوع ده من السنه، احنا هنشتغل بقى، وانت عارف كلام السنه اللي فاتت ان الفرقه عندها شويه مشاكل كتيره جدا وعندها مشاكل كبيره جدا في الماتشات اللي مفترض ان هي تكون سايقه الملعب، يعني ارسنال لما بيفترض ان هو يكون معاه الكوره وبيدور على حلول هجوميه اللعيبه بتعطل، انما ارسنال اللي بيرجع يعمل زون وبيلعب على المرتدات هم متعودين على كده، وقتها بقى ارسنال عطل، وقتها كريستال بالاس باتريك فييرا حس بشويه الثقه، احنا نزلنا اتلبينا اول 8 دقايق جون، ودلوقتي الفرقه سابت لنا الكوره وخلاص احنا هنطلع نهاجم بقى. متفق معاك يا سيدي ان كان في طرد مستحق لمكارثر، اثر تدخل عنيف جدا على بياكو ساكا، او شاط ساكا ما شاطش الكوره خالص، فمفترض ان هو كان يطرد. انا معاك ان ارسنال بيتعرض لمواقف تحكيميه غريبه جدا السنه دي، بس بصراحه مش معاك ان انا انزل الشوط الثاني برده بنفس الاداء السلبي، انزل الشوط الثاني سايب الكوره كريستال بالاس واول ما البس جون من بنتيكي نطلع نهاجم بقى. ما كنت بتهاجم من الأول، ما هاجمتش من الاول ليه؟ ما دورش على الهدف التاني من الاول ليه؟ انت ليه بترجع يا حبيبي؟ ليه بتعطل؟ ليه بتيجي في نص المشوار كده وتحس انك تايه؟ جبت الاول حاول تجيب التاني عشان تخلص الماتش، مش هطلب منك انك تجيب التالت، لا ده طمع وتبذير، هات التاني بس. انت دلوقتي بعد ما تعادلت قررت ان انت تطلع تهاجم، وبسم الله ما شاء الله طلعت تهاجم من هنا لبست التاني من هنا. ووقتها قعدت تفكر كده ايه 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 اللي ممكن اعمله ممكن يغير في الفريق؟ لاكازيت، بجد لاكازيت موجود اهو، نطلع اوديجارد طبعا بعد ما غيرت ساكا بسبب الاصابه ونزلت لكونجا، وكنت بتلعب ب 4 4 2 وكنت قافل نص الملعب اساسا بثلاثه، ومره واحده كده قررت اللي هو اطلع اوديجارد وكده كده لوكونجا موجود هو وتوماس بارتي تمام يا معلم، ما عنديش اي اهبط زي ما انت عايز تهبط، على الله ربنا يكرمك وتطلع بالتعادل. ولاكازيت عمال يحس الناس كده انك حمار، يعني لاكازيت كل كره بتجيله في روح وحماس، لاكازيت بيأدي بيهم جوه الملعب من قبل ما تلبس الهدف الثاني، لاكازيت بيقول لك ان انا ما ينفعش اقعد دكه لاي حد، ما ينفعش اقعد دكه لاوديجارد او اقعد دكه لسميث راو او اقعد دكه حتى لاوباميانج، ما ينفعش اللي انت بتعمله ده خالص يا عم ارتيتا، علشان خاطر تقعد تتفرج على ارسنال وسط شويه هزام من ارتيتا كده، قرر ان هو يطلع توماس بارتي. بص يا جماعه احنا هنهاجم بقى يا ابني، طب ما هاجمتش ليه وانت كسبان 1-0 وكنت ممكن تخلص الماتش بدري، علشان خاطر تلاقي ارسنال ربنا كرمه في اخر دقيقه وسجل هدف التعادل. ما كمل اول يا ابني الحلال ما كمل اول، يعني تاخد شويه قرارات غلط تيجي تعاقب عليها في نص الماتش، بعد كده ترجع تحاول تصححها، بعد كده تلاقي ان الوقت سرقك، بعد كده تلاقي ان انت سرقت هدف التعادل في اللحظات الاخيره في ماتش كنت مفترض تطلع كسبان فيه. ايه الجنان اللي بيحصل ده يا جماعه؟ معاهم فهمونا، طيب ايه الجنان اللي ممكن انت بيعمله في الفريق علشان خاطر احنا نتقبل كل البيبي اللي بيحصل ده؟ مش ما بتكلمش على درخه ولا بتكلم النهارده على اي مشكله في كورونكي، انا بتكلم في مشكله جوه الملعب تخص
تخص مايكل ارتيتا وتخص لعيبه ارسنال اللي هم لعيبه جبنة، لعيبه بيقرروا يتراجعوا في الوقت اللي ما ينفعش انك ترجع فيه لورا. انت مفترض تروح تجيب التاني، مش ترجع تدور على ان انا هلبس جون دلوقتي. كل الناس كانت عارفه ان ارسنال هو بيدافع هيلبس جون، رغم تالق رامز ديل، ورغم ان رامز ديل بيقدم مستوى كويس، بس كده كده هتلبس، لان رامز ديل مش وليد اللي في كابتن ماجد يا باشا هيفضل يصد لك اي كوره. ده الجون التاني بتاع ادوارد غريب جدا، والجون التاني بتاع ادوارد بيقول ان هو لعيب مميز جدا. كان فين بقى عن رادارات ايدو وارسنال؟ لا يا باشا، الناس دي بتهرج، والناس دي مش جايه تعمل صفقات ولا اي حاجه، وبجمله الضحك. لا انا مش جاي اضحك، انا بصراحه بتخنق من كل اللي بتفرج عليه في ارسنال، من اداره مباراه لمايكل ارتيتا لنتائج ارسنال كان مفترض ان هو يكسب الماتشات دي، بس بلاقي ان ارسنال رجع للماتشات دي بصعوبه، وانا مش فاهم كل ده ليه. لو انت فاهم والنبي فهمني، لو مش فاهم قول لي يمكن افهم.